من أخيرة الحراك السياسي، ومنها نقرأ للكاتب طاهر المعتصم من زاويته من على الشرفة، والتي جاءت اليوم بعنوان استاد المدينة الرياضية. بدأ الطاهر زاويته: أشعرتنا الدوحة بالفخر والاعتزاز ونحن نشهد أول أمس تحولها لعاصمة العالم، وأغلب الأنظار تتجه إليها. أحسنت قطر وهي تطلق البطولة العالمية الأكبر، وسط الاستعدادات هي الأكبر، ملاعب كرة قدم متعددة على أحدث طراز، مستخدمين أحدث التقنيات، حتى غير الواقعين في شباك سحر المستديرة نالت كل اهتمامهم. لكن حب هذه البلاد أرض النيلين والصحراء السودان ينتشلك من أعماق متابعة مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور، وتتساءل عن المدينة الرياضية السودانية التي ظلت تقف تشير إلى فشل الأنظمة المتعاقبة، وبدلاً على أن تتحول إلى كرات تداعب المرمى أضحت قضايا في أروقة المحاكم. يشير الكاتب إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اتفق مع اتحادنا على التكفل بقيام ملعب أولمبي بمواصفات دولية بنحو 3.6 مليون دولار، شريطة أن تكون الأرض المقامة عليها أصالة بالمدينة الرياضية باسم الاتحاد السوداني لكرة القدم. بعد جهد جهيد تم الأمر. المشروع الثاني والأهم إقامة ملعب كرة قدم في المدينة الرياضية على المواصفات الدولية بتكلفة قد تصل إلى 6.5 مليون دولار، وبنفس الشروط والمحاولات تجري على قدم وساق لإقناع متخذي القرار بأن يعجلوا في الأمر، لا ليلحقوا بأكثر من 25 سنة ضاعت ولم تكتمل المدينة الرياضية، بل حتى لا تضيع المنحة المليونية على السودان. المدينة الرياضية صدر قرار تخصيص الأرض لها بالقرار رقم 45 في مساحة قدرها 1.4 مليون متر مربع، ثم توالت الاقتطاعات لجامعة أفريقيا ثم لدار المصحف أفريقيا، فبيعت 196 قطعة سكنية في تحقيق صحفي في العربي الجديد حققته صحفية مي علي. ذكر تقرير برلماني في العام 2012 يوضح أن المتبقي 414,225 متر مربع فقط من جملة 1,400,000 متر مربع. وختم الكاتب زاويته: أقل من ثلث المساحة المتبقية من أرض المدينة يحتاج إلى تحركات كبيرة من وزارة الشباب والرياضة، وأن تسهل إنجاز الاتفاق مع اتحاد كرة القدم لإكمال إجراءات المنحة المالية الدولية الخاصة بملعب كرة القدم. ومؤكد أنهم شاهدوا الافتتاح الكبير لكأس العالم أول أمس.